اللي هو رصد ال 100 بول اهو. كنت بقسمه دلوقتي طيب نشوف الاوطى منها شويه. ايه احنا دي بوسلك اللي على اليمين، دي بوسلك ودي جهركا. طب نشوف دي هتبقى ايه، دي هتبقى اوطى منها. ري يا عين الين يا قليل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته في مصر وفي كل دول العالم، احبكم من كل قلب والله. كولا جهركا يعني كولا فا، رز المي بيمول، رز المي بيمول بياتي الفا اللي هي الاساس يعني اللي احنا متعودين عليه دايما. كولا جهركا، الكلام ده موجه للساده المبتدئين، لان دايما كالعاده يعني ان دايما يعني عايزين في كل تقسيمه او في كل اغنيه لازم اشرح لهم الكولا دي بتقول ايه، بتقول بياتي ولا رز ولا سيكا ولا نهوند ولا كرد ولا حجاز ولا حجاز كركرد ولا سيكا ولا نهوند. يعني دي اسمها مقامات موسيقيه. المقامات الموسيقية دي دليل ان انا امشي على اي اغنية انا عايزها. مثال ان انا مثلا ممكن اسمع اي اغنية مثلا يعني ايه اقدر افرق بين الرز والبياتي والسيكا والنهواند والكرد والحجاز والحاجات دي. الموضوع ده للسادة المبتدئين دايما لازم يكون في اجتهاد علشان انت تعرف ايه المقامات الموسيقية دي وتقدر تمشي عليها. طيب يجي واحد يقول لي ايه الكولة دي، اي طبقة صوتية ممكن تقول جميع الاغاني بجميع، اقول له ايوه، اي كولة ممكن تقول جميع الاغاني بجميع انحاء العالم. اي كولة تقول هندي باكستاني تركي عربي زي ما انت عايز حسب الفلكلور اللي بتاعت البلد بتاعتك. يعني انت مثلا منين، من مصر، هقول فلكلور بيها فلكلور شعبي اللي هو فلكلور مثلا مصري، هقول كلاسيك هقول بيها كلاسيك، هقول بيها ان شاء الله اقول بيها اي حاجه، اي حاجه في الدنيا اقولها مفيش مشكله. ليه؟ بس ده مع العازف الماهر لما تيجي تتعلم باذن الله تعالى. الاول مش تقول اغاني يعني كل دلوقتي، اي واحد دلوقتي عاوز يمسك كولا عايز يقول زي ما انا بقول، اقول له لا ما ينفعش. يعني دلوقتي بعزف بقالي مثلا يعني 35 سنه بعزف او 37 سنه بعزف، استحاله انك انت هتجيب ال 37 سنه دول هتحطهم انك انت ايه. اللي انا عاوز اقوله لك دلوقتي انك انت ممكن تقول على اي كولا، اولا الكولا او الناي الطقم بيكون سبعه. ايه هم السبعه؟ دو ري مي فا صول لا سي. السبع حروف دول كل حرف وله ايه، وله قطعه صوتيه. مثال هنا ثلاث طبقات اهم او اربع طبقات، يعني واحد يقول لك اشمعنى ثلاثه او خمس طبقات. مثلا هتلاقي في مثلا من الطول والقصير، جميل. او اي كولة من دول، اي كولة، اي قطعه كولة هتقول جميع الاغاني في جميع انحاء العالم، اي قطعه كولة. بس ليه طويل وقصير؟ طويل وقصير ان انا صوتي غير صوتك غير صوت اي حد تاني. ربنا سبحانه وتعالى يعني ايه خلق التخين والرفيع والطول والقصير، نفس النظام في الطول اللي هو الطبقات الصوتيه، ان انا صوتي غير صوتك زي واحد. الكولة زي واحد يعني بمعنى زي واحد، اربع عقل وردات وست ثقوب من الامام. طويله قصيره اربع عقل وست ثقوب من الامام وردات. اي عقله؟ ان انا صوتي من الفا ولا من الدو ولا من الري ولا من المي. انت صوتك منين؟ بنعرف المساحه بتاعتك. يعني مثلا واحد دلوقتي كنت بقول ليه دلوقتي، كنت بقول اللي هو رصد ال 100 بول اهو. اي عازف ماهر يقدر يشتغل مع اي واحد يكون مطرب شاطر. يبقى هنا لازم المبتدئ لازم يعرف تكون معاه آلة مظبوطه ودوزان مظبوط، ويسمع الاول كويس، ويسمع لأم كلثوم لعبد الحليم لعبد الوهاب لمحمد فوزي لشاديه لصباح للناس القدام دول، ويقول طبعا يعني ايه المقامات الموسيقيه، لان طبعا هم كلهم بيغنوا من الصبا والسيكا والبيات والنهواند والكرد والحجاز والكلام ده كله.
مش هطيل عليكم لان الموضوع ممتع جدا جدا جدا، عشان في ناس كتير قوي يقول لك احنا مش الفيديو طويل جدا مش عايزين يعني فيديوهات طويله، عشان لكن انا بشرح. انا عملت جزئيتين يعني عشان ارضي الطرفين، ارضي الناس اللي هم السامعه وارضي الناس اللي هم المبتدئين حبايبي. يا رب اكون قدرت اوصل المعلومه. بشكركم واسف على الاطاله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اخوكم صابر علي، اشير بصبرك، ولا اشكركم.